الديفايز الاخير او الكومبوننت الاخير اللي احنا راح نقدر نتعامل وياه من ضمن منهجنا هو قلنا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. والانالوج تو ديجيتال كونفرتر هو معروف في باكج معين او اي سي موجود داخل المايكرو كنترولر، وايضا وضحت لكم اياه بالفيديو اللي مكتبنا عليه الجزء الاول او بارت 1 من المحاضره 5. وقلنا هذا التأشير، لأن هذا البرنامج إلا يخرج هذه المؤشر الأحمر يلا حتى يتسجل بالتأشير. فالأنالوج تو ديجيتال كونفرتر هو تحويل القيمة التناظرية إلى قيمة رقمية. وقلنا كثير من الأجهزة نستخدمها ونحتاج في اي انالوج تو ديجيتال كونفرتر نحتاج الى ال LCD، وال LCD هي العارضه اللي تعرض لنا القيم اللي نريد نقراها. وظلنا عندنا نوعين من الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي هي 8، يعني الاكيورسي الدقه مالتها 8 بت او 10 بت. اللي موجود عندنا الريزوليوشن اللي هي هذه طبعا موجودة الانالوج تو ديجيتال كونفرتر موجود في داخل المايكرو كنترولر. هذا المربع الكبير هو المايكرو كنترولر، هذه البنات الخارجة اللي هي من اي ان 0 الى اي ان 7، هذني اللي هي الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. الانالوج تو ديجيتال كونفرتر والمكسر هذا مسوين اللي هن 8 بن، في 8 يتحول الى الانالوج. هذا عبارة عن باكج او عبارة عن اي سي مبني انترنال ان ذا مايكرو كنترولر. عندنا بالمايكرو كنترولر الريزوليوشن مالتنا 10 بت. من نقول 10 بت يعني طول السلسلة اللي راح يقراها الديجيتال هي 10 بتات. فمن نقول 10 بتات يعني كم احتمالية او كم تقسيمة ممكن يكون هذا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي هو 2 أس 10. 2 أس 10 واللي معناتها من الصفر الى 1023. هي فعليا اذا هي اخر قيمة هي 1024، الاثنين اس عشرة هي 1024، لكن بما انه احنا نبدي من الصفر فراح تكون عندنا من الصفر الى ال 1023. بينما اذا اسوي الريزوليوشن 8 يعني قد احتاج انه اني اسوي اذا عندي مشاريع ما يحتاج لها دقة عالية بالتقسيمات، فممكن اني اخذ ال 8 بت، وال 8 بت معناتها اوصل الى 256، يعني 2 أس 8 راح تكون 256. 256 ناقص 1 اللي هي الواحد اللي نقصد بها بداياتها الصفر، فراح يكون عندي كم تقسيم 255. اذا هذه اول فكرة بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر. ايش اريد ان ايش احول؟ دائما هو يقرانا الانالوج. من اقول يقران الانالوج معناها من عندي اني فولتية معينة، هذه على سبيل المثال هنا حاكينا اياها، هاي على سبيل المثال ان make a conversion to get digital value that corresponding to the analog input. يعني بالنسبة شنو الانبوت مالتنا راح يكون انالوج، يقرأ الديجيتال فاليو القيمة الرقمية الملائمة او المناسبة الى الانالوج فاليو. مثلا عندنا هنا الفي ريفرنس اللي راح تمثل لي هي الفي دي دي، واللي هي الباور بالنسبة اللي دا اشغل علي الديفايس مالتي. وهنا الديفولت عندنا الفي دي دي هي 5 فولت، هي 5 فولت. فعلى سبيل المثال لو هذه عندنا من الصفر الى 5، عندي قراءات من الصفر الى 5، ها
هاي شنو؟ هذه أرقام أنالوج، أرقام أنالوج مثلا بعد الصفر على اعتبار 0.05 أو وراها 0.1. أني شلون هاي التقسيمات راح تكون وراها مثلا 0.15 0.2 0.25 إلى أن كم تقسيم راح يتقسم من الصفر إلى الخمسة، كم تقسيم راح يتقسم من الصفر إلى الخمسة. هاي على من تعتمد؟ تعتمد على الريزوليوشن اللي هو هذا القيمة، تعتمد على الريزوليوشن. إذا كانت 10 بت، إذا كان الأكيورسي مالته، إذا كان الدقة مالته 10 بت اللي هو الديفولت مالتنا الموجود بالمايكرو كنترولر اللي هو البي اي سي 16877 اي، الديفولت مالته في 2 اس 10 ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 1024. يعني من نقول 1024 1024 تقسيمه، فمعناته الفي ريفرنس راح اقسمها على عدد التقسيمات اللي اني ممكن اللي اسويهم. يعني كم مره اني اخذ قراءه واقدر احولها الى الديجيتال، هذه الدقه اللي نقصد بها الريزوليوشن، عدد البتات اللي موجوده عندنا. واذا كانت 8 فراح تكون 2 اس 8 ايش راح تساوي لي؟ تساوي لي 256. هاي بالنسبة إلى الدقة مالتنا، بالنسبة إلى الدقة مالتنا. فالأنالوج يعني الفي ريفرنس أعلى قيمة إلها راح تكون، يعني من بديت من الصفر آخر قيمة راح أوصل إلها شقد؟ 1023. ليش 1023 مو 24؟ لأن أنا بديت من الصفر، فمن الصفر للألف وثلاثة وعشرين فعلياً، من الصفر للألف وثلاثة وعشرين شكد تنحسب؟ تنحسب 1024 اللي هي راح تكون من الصفر إلى الألف وثلاثة وعشرين. وإذا كانت الدقة مالتي 8 معناته راح تكون عندي القراءات من الصفر إلى 255. معناته هنا أنا كم بت عندي من 255؟ معناته عندي 8 بت. نفتح ال هنا، معناته عندي 8 بت، 0 0 0، وهاي المفروض مرينا عليها. وين مرينا عليها؟ بالمايكرو كنترولر، العفو بالمايكرو بروسيسور، والمفروض عرفناها. هسه هاي صارت عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا هذا ينمسح. هنا عندنا هسه 8 بت، هذه ال 8 بت دا تشوفوها، هذه في كل مره هذا راح يكون 1، وهذني كلها اصفاره، وهكذا كلها اصفاره، هذا راح يكون 0 ويرجع هذا 1، راح يكون هذا 1 ويرجع هذا 1، وراح يكون هذا 0 ويكون هذا 0، ويكون عندنا هنا يبدل 1، وهكذا يكون هنا عندنا 1 وهنا 0 وهنا 1 وهنا 0 هنا 1 هنا 1 الى ان اوصل هذا مقدار 0 الى ان اوصل الى شقد؟ إلى 255. إلى أن أوصل إلى 255 قيمة. إذا عدنا 3 عرفنا نوصل للسبعة، وإذا عدنا 4 نوصل للمن للستعش، وإذا عدنا 5 نوصل للـ32، وإذا عدنا 7 نوصل للـ64، وهكذا. واضح طلاب؟ إذا عدنا 8 نوصل للـ255. يعني كل رقم هذا نسميه ديجيت، هذا نسميه الرقم ديجيتال. 8 بت يقرا لي كلها صفر، راح يقرا لي صفر، راح يقرا لي هنا 1، راح يقرا لي هنا 2. هذه هنا الارقام اللي حيخرجها هذا ديسيمال،
بس هي المايكرو كنترولر تتعامل ويا ارقام الديجيتال، فهذه راح يقرا لي اياها. فعندي معناها كيف راح نتعامل من الارقام اللي اظهر سطح المكتب. نرجع الى المحاضره مالتنا. اذا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر راح يتعامل مع الفولتيه من الصفر للخمسة. مثلا اذا فولت ميتر شلون اني راح يقرا لي؟ كل ما اغير بقيمه الفولتيه المفروض يطلع لي قيمتها. كيف يطلع لي قيمتها؟ الفي ريفرنس اللي هي الاعلى قيمه اللي انا اريد اقراها راح تقابل لي اعلى قيمه، هي بالديجيتال فاليو اعلى قيمه هذه رقم ديجيتال. من نقول 1024 هذا يعادلها سلسله من الزيروات، سلسله من الواحدات مقطولها 10 واحدات، صح لو لا؟ واذا كانت على قياس الثمانيه طولها 10 طولها 8 واحدات. اذا هذه التقسيمات راح تعتمد على الريزوليوشن، الدقه مالتنا قلنا اللي موجوده عندنا بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي موجود بالمايكرو كنترولر مالتنا اللي هو المايكرو كنترولر قلنا اللي اذا نشتغله اللي هو البي اي سي 16 8 اف 77 اي، موجوده 8 في 10 بت. هذه هاي الثمانيه، هاي البنات. من نقول 8 هاي الثمانية بنات، 10 بت هاي الريزوليوشن مالته، 8 بن. الثمانية بن يبدي من الاي ان، من الاي ان 0 الى الان اي 7. ما بن هنا بورت تو بورت اي اند بورت بي، ماخوذه من البورت اي والبورت بي، بورتين، لان البورت اي 5 والبورت بي 3، ففعليا يكونون 8. ما عدا هنا next figure show the abstraction، هاي الخلاصة مالت الانالوج تو ديجيتال كونفرتر الموجود بالمايكرو كنترولر مالتنا. الريزوليوشن مالته هذه as you note from the previous figure the result of the conversion is 10 bit، النتيجة هنا تقرأ لي 10 bit. وإذا كانت وبالنتيجة إذا كانت 5، العفو اذا قلنا اذا كانت 8 بت، هذه الملاحظه اللي ذاكر لك اياها، نوت البي اي سي بروفايدد اس تو تشوسز فور انالوج تو ديجيتال مانيبيوليشن. هنا الكومبايلر مالتنا عندنا اختيارين، يا اما نقول له ان انالوج تو ديجيتال يساوي لنا 8، يا اما نقول له ان انالوج تو ديجيتال كونفرتر يساوي لنا 10. من اقول يساوي لنا 10، هاي اني تعتمد انت على الريزوليوشن المطلوبه منك. اذا كانت بالسؤال بعطيك اياها كمساله، فالمفروض انت تعتمد على المساله المعطاه لك. دي يقول لك الريزوليوشن 8 بت، تعتمد ال 8 بت. الريزوليوشن 10 بت، تعتمد ال 10 بت. من اقول تعتمد ال 10 بت، القراءه مالتك راح تكون الفي ريفرنس، الفي ريفرنس اللي انت راح تعتمدها بالمساله مالتك او بالبروجكت اللي انت دا تشتغله، الفي ريفرنس اللي هي الديفولت 5 فولت. لكن اذا عندك مشروع يحتاج في ريفرنس غير الخمسة، ممكن، لان احنا قلنا مثلا المايكرو كنترولر تشتغل من الاثنين للخمسة، ممكن الفي ريفرنس تكون عندك 3، ممكن الفي ريفرنس تكون عندك 4، ممكن الفي ريفرنس تكون عندك 3.5. فتعتمد على انت شنو المطلوب منك بالعمل او شنو المطلوب منك بحل المسألة. اذا الفي ريفرنس هي تقابل اعلى قيمة بالريزوليوشن اللي تعتمدها. اذا كانت 8 بت 255، واذا كانت 10 بت 1023، هاي منتهين من عندها. فبالنتيجة راح يكون عندك الانالوج فاليو اللي انت راح تاخذها، على سبيل المثال الانالوج فاليو تقابل هي الديجيتال، الانالوج الناون الغير معروفه، الديجيتال راح نعرفها لو ما نعرفها، طبعا نعرفها. ليش؟ لان راح تتقسم من الصفر الى ال 1023، فكل ارقام الديجيتال معروفه، لكن ارقام الانالوج انا ما اعرفها شكد. فلهذا يجي الانالوج تو ديجيتال كونفرتر راح يقرا
يقارن هذين القيم وراح يطلع لنا الانالوج فاليو. الانالوج فاليو ايش منين؟ الديجيتال اللي هي حاصه ضرب الطرفين بالوسطين، الديجيتال مضروبه بالريفرنس مقسومه على ال 1023. الديجيتال القيمه الديجيتال اللي احنا قريناها هاي كمعادله مضروبه بالريفرنس مقسومه على ال 1023. هذه المعادله مهمه جدا تعرفها لتحويل اي ديجيتال تو انالوج، وطبعا تعتمد على مقدار الفي ريفرنس ومقدار الريزوليوشن مالتك. اذا كانت الريزوليوشن 10 بت فراح تكون هذه القيمه، واذا كانت الريزوليوشن 8 بت راح تكون ديفايدد. هاي هنا تقول then we must divided بمن؟ باي 255. نقسم الفي ريفرنس على ال 255. طبعا اهم ما موجود كمادة نظرية بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر نبدي، واحنا حكيناها قلنا حكيناها بالمحاضرة السابقة. حتى نستخدم الانالوج تو ديجيتال كونفرتر نحتاج هذه الاعازات. اذا الاعازات الجديدة احنا في كل كومبوننت ناخذها ننطي اعازات جديدة، وهذه الاعازات فقط هي المطلوبة منك. دائما اني اقولها هذه الاعازات هي اللي راح تكون مطلوبة منك. عندنا حتى نستخدم الانالوج تو ديجيتال كونفرتر نحتاج نطبق هذني الاربع، وبالاخص الثلاث خطوات الاولى. الخطوة الاولى اللي هو الكونفيجريشن بن، البنات اللي موجودة هنا، البنات الموجودة الثمانية بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر. احنا قلنا كم بن عندنا؟ عندنا ثمانية اللي هن هذني، اللي هي يبدي من البورت اي والبورت اي. عندنا اثنين ياخذ من البورت اي، يعني ياخذ ثلاثة من البورت اي وياخذ خمسة من البورت، العفو خمسة من البورت اي وثلاثة من البورت اي. هي هذه مكتوب عليها، تلاحظوها مكتوب عليها اي ان او الى اي ان 7 بالبنات اللي موجودة على المايكرو كنترولر. هذا المربع هو المايكرو كنترولر مالتنا. هذا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر هنا امبيدد وذ مايكرو كنترولر، يعني مبني ضمنيا مع المايكرو كنترولر، ومربوط الى هذه البنات، مربوط الى هذه البنات. الاوتبوت مالته اللي هو راح يقرا لي الانالوج الناون، القراءة الانالوج، وياخذ هاي كلها موجودة داخل هذا الديفايس. بس انت شلون تفهمه؟ من خلال الاعازات، من خلال الكود. اذا الكود مالتنا اللي يتعامل مع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، هذه بداية نسوي كونفيجريشن للبنات، نحدد يا بن هو الانالوج ويا بن هو الديجيتال. فالإعاز اللي حدد لنا هذا سيت اب اندرسكول انالوج تو ديجيتال كونفرتر بورتس، البورت اللي احنا رابطين عليه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، واللي هو البورت احنا قلنا الاول انالوج على اعتبار هو مبني ضمنيا، وال يعني انا ما اقدر اخليه على اي بورت. الانالوج تو ديجيتال كونفرتر مبني بالداخل، فالبنات اللي اتعامل وياها من اي ان 0 الى اي ان 7، وهذني تمثل لي بورت اي وبورت اي. فاذا اذا نكتب عليها all underscore analog معناته نعتبرها كلهن هسه analog. فاي channel اخذها، يعني اي بن اخذه، هو يعتبر analog. اذا اربط المتحسس مالتي اللي يقرا لي، سواء يقرا لي درجة الحرارة او يقرا لي الضغط او يقرا لي فولتية، اي متحسس مالتي اقرا اربطه الى واحد من البنات. اذا خليت هذه البن سيت اب، هذه يعني كل البورتات اللي اعتبرها هي هنا اعتبرها انالوج. هذه الكونفيجريشن، اول اعاز المفروض نكتبه. الكونفيجر الثاني كونفيجريشن كونفرجن كلوك، الكلوك وهذه مبنية internal، ايضا مبنية داخلية. هذا الاعاز راح يكون ثابت.
اللي هي سيت اب انالوج تو ديجيتال كونفرتر، وهذا طبعا هو حيخلي لنا اياها السامبلنج اللي ياخذها من يحول الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، هذه راح يكون انترنال. من نكتب هذا الانترنال هو اللابراريز الموجود بالبي اي سي كومبايلر، هو راح ياخذ لنا السامبلر اللي راح يسوي لنا الديجيتال. وهذه على من ايضا قلنا تعتمد على الريزوليوشن اللي احنا راح نحددها في بدايه الكود، نحددها في بدايه الكود. هل نقول اي الانالوج تو ديجيتال كونفرتر 8 او الانالوج تو ديجيتال كونفرتر 10؟ 8 بت لو 10 بت، هاي يتحدد في بدايه الكود قبل المين فانكشن او المين فاليو. اذا هنا الإعازة الثالث اللي هو select channel. اذا عندنا channel معينه واني اريد اربط عليها، احدد يا channel اني رابطته، يعني على يا بن اني رابطه، على على الزيرو، على الواحد، على الاثنين اللي هي هذه هنا على يا بن اني على يا channel، على اي ان او، على الزيرو، على اول واحد، على الثاني، على الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، على يا channel اني دا اربط الاوتبوت للمتحسس مالتي. قلنا المتحسس دائما راح يكون هو انالوج، وادخل الانبوت مالته الى الديجيتال، والاوتبوت مال الديجيتال هو راح يعطيني الديجيتال فاليو، القيمة الرقمية اللي اني المفروض تخرج واقراها. هذه بالنسبة الى الاعازات اللي راح نتعامل معها. اما الاعازة الرابع اللي هو الـ read configuration result، هنا القراءة النهائية اللي راح يقرأنا اياها اللي هو الديجيتال ديجيتال اوتبوت ديجيتال اكس، يعني القيمة الرقمية اللي راح تنقري هذا الاعاز مالتها، read underscore analog to digital converter بين قوسين. هذا بين قوسين احنا راح شنو اللي نريد نقراها، شنو نقرا فولتير تمبريتشر، شنو حسب الاعاز اللي احنا راح نكون. وهذه على من تعتمد هذه على المعادله اللي كتبناها، اللي هي تعتمد على هذه المعادله. اذا هذه المعادله في حال انه انت كاتب انالوج تو ديجيتال كونفرتر 10 وهنا أنا كاتب 255، هاي حساباتك راح تكون خطأ. في حال أنت كاتب الانالوج تو ديجيتال كونفرتر 8، يعني بهذا الإعاز انالوج تو ديجيتال يساوي لنا 8، هذه البي اي سي كومبايلر ينطيك هذا اني المفروض اما تحدد له 8 بت او تحدد له 10. هذه الاكيوريسي الريزوليوشن الدقة، اما نحدد له 10 بت الانالوج ايش راح يقرا لي؟ يقرا لي 10 بت لو يقرا لي 8 بت العفو لو 10 بت. من تحدد ال 10 بت معناته 1023، ومن تحدد ال 8 بت معناته 255. الفولتيه الفي ريفرنس اللي هي الديفولت مالتنا الفي سي سي او الفي دي دي اللي موجوده عندنا بالمايكرو كنترولر مالتنا اللي هي الديفولت 5، الا اذا حددت انت في مشروعك او في عملك او حدد لك في السؤال، فهنا راح تكون هاي الفي ريفرنس المحدده لك اللي هي اعلى قيمه اللي انا اريد اقراها. على عدد التقسيمات، هاي التقسيمات راح تكون هي الدقه مال الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، هذه اللي هي راح تقراها، اللي هو يقول لك هاي بالتعليقات نو ملتبلاي، يعني هنا راح نضرب الديجيتال اللي هي هاي راح نضربها بمن نضربها؟ نضربها بالفي ريفرنس ونقسمها على 1023، او نضربها بالفي ريفرنس مقسومه على ال 255، قلنا حسب الاكيوريسي اللي انت راح تحددها بدايه الكود مالتك. هذه بالنسبه للاعازات اللي ممكن نستخدمها. تو اكزامبلز، احنا راح ناخذ مثالين. المثالين اللي راح ناخذهن طبعا احنا قلنا الامثله الموجوده احنا نعتمدها
ونعتمد الكومبوننت الموجودة بها. ما نخرج خارج المحاضرة، فإننا راح نقرأ ديجيتال كونفرتر، العفو ديجيتال فولت ميتر. من نقول ديجيتال فولت ميتر معناها عندي عارضة رقمية، معناها عندي عارضة LCD أحتاج. أنا السؤال والمشكلة أنه قلنا أنتم امتحانكم إلكتروني، والامتحان الإلكتروني أنا ما أقدر أنطيك مسألة وأنت تكتب البرنامج، يا إما أنطيك رسم وأقول لك شنو الخطأ، أو أنطيك عبارات وأكو عبارة صائبة وعبارة خاطئة، أو أنطيك مثل ما شفتوا أنطيكم إعازات تخص هذا الربط، أو أنطيك طلب أنه تغير في هذا الربط أو تختار القيمة الصحيحة. فهو هذه يعني مساوئ التعليم الإلكتروني، على اعتبار أنه إجابتك ما تكون محدد، يعني يجب أن تكون محددة بـ MCQ or true and false. بينما أنا مو معناها أنه لازم كل طالب يقعد يرفع لي، فهذه وكل طالب يقعد تباوعة اللجنة الامتحانية، هاي راح يكون عملية متعبة ويعني جدا مطولة بالنسبة لنا وبالنسبة للجنة الامتحانية. فلهذا معظم الامتحانات الإلكترونية هي راح تكون MCQ، والMCQ ما بيها كتابة برنامج، هي هذه مساوئها. على العموم المهم احنا نفهم، احنا قلنا مو غايتنا الكود. الكود انت في اي مكان، في من اي، خلينا نقول انت باكج ده تستخدم، لا تستخدمه، تدخل على الهيلب مالته، بالهيلب تقدر تاخذ الاعازات اللي انت تريد تتعامل معها. لكن المطلوب من عندنا نفهم شلون ده تتعامل المايكرو كنترولر واللي موجود بداخلها الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، الى يقرا لي شلون ده اتعامل ويا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، وكيف اقرا هذه. طبعا هاي عباره عن متحسس. هنا أنا بالمثال الاول راح ناخذه بوتنشو ميتر، العفو بوتنشو فولتج اللي هي ريزيستر متغيره، مقاومه متغيره، تغير لي قيمه الفولتيه. هذه الفولتيه الفي سي سي راح تكون 5، هاي الفي سي سي راح تكون 5، وهنا المفروض هذا البوتنشوميتر هذه اللي يقيس. كل مره ازيد عندنا هذا السهم زائد وهذا السهم ناقص، من ازيده يعني نرفع المؤشر الوسطي الى الاعلى او انزل المؤشر الوسطي الى الاسفل، بينما اذا اخليه بالوسط راح يكون القراءه في منتصف. فهنا انا ما اعرف كيف نقراها، فشلون يقراها العارضه الرقميه. هسه هنا كيف بده يقرا العارضه الرقميه هذا 53، كيف بده يقراها 53. هنا من نقول 53 هذه راح نعرفها كديجيتال. شلون راح يتعرفها كديجيتال؟ من خلال الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، من خلال العشرة بت او الثمانية بت اللي هي الاكيورسي بالنسبة للانالوج تو ديجيتال كونفرتر. هاي كيف نتعامل معاها؟ هسه نباوع الكود وخطوة خطوة نمشي بالكود. نجي هنا شي يريد عندنا، يقول ريد فولتج رينج، الغاية من هذا المثال يقرأنا فولتية، هذه الفولتية يقرأنا اياها من 5، من 0 الى 5، and display it on the LCD. يعني الانالوج تو ديجيتال كونفرتر راح يقرأ لي هاي الفولتية. نرجع نقول المايكرو كنترولر ما تفهم القيم الديسيمال ولا تفهم الانالوج، تفهم القيم الزيرو وان اللي هي لغة المشين، الاسمبلي لانجويج او المشين لانجويج. فلهذا عندنا في داخل هذا المايكرو كنترولر، في داخل هذا المايكرو كنترولر افهموها. هسه طالب يقول لي وين الانالوج تو ديجيتال كونفرتر في هذا الرسم؟ وين الانالوج تو ديجيتال كونفرتر؟ وين هو موجود في هذا الرسم؟
وين موجود الانالوج تو ديجيتال كونفرتر؟ انا دا اسالكم يا طلاب، وين موجود؟ موجود داخليا بداخل ولا انتجريت سيركت؟ بداخل المايكرو كنترولر، بداخل المايكرو كنترولر اللي هو هذا مربوط في داخل هذا هنا مربوط في داخل المايكرو كنترولر. هذا المايكرو كنترولر وهنا البنات دا تشوفون هذا عندي ملتبلكسر، ملتبلكسر يجمع لي هذني ياخذ القراءة. اما اذا كلهن اني ادخلهن او ادخل واحد اني يا بني اللي راح اخذ القيمة، هذه راح تحولها الى انالوج، هذه اللي تحوليها الى قيمة. والديجيتال مالتي كيف يحولها؟ يتعامل معها بالريزوليوشن. كم بت هو هنا؟ 10 بت. راح القيمة هاي يقراها على اساس 01، على اساس 01 مثل ما هسه اني وضحتها على السبورة الوايت بورت اللي قلناه انه من الصفر الى 1023 لو كانت 10، ومن الصفر الى 255 اذا كان الريزوليوشن 8. فاذا كل قيمة راح يحولها الى سلسلة من الاصفار والواحدات حسب ما يلائمها، حسب ما يلائمها، ويخرج لنا اياها وبعدين يحولها الى الديسيمال ويخرج لنا اياها على نقراها. نحتاج انه حتى اني اشوف القارئ يعني الاوتبوت بالنسبه للانالوج تو ديجيتال كونفرتر وين اني المفروض اربطه؟ اربطه لمن؟ اربطه الى ديسبلي، اربطه الى الديسبلي. هذه هو اللي دي يصير عندنا في هذا الرسم، في هذا المثال. ناخذ مقاومة متغيرة، مقاومة متغيرة اعتبرها فولت ميتر، متغير يقيس لي فولتيات متغيرة. فكل ما وبإمكاني طبعا المثال الثاني احنا مسويه عملي، يعني ما راح نسوي له سيميليشن، بس انت تقدر تسوي له سيميليشن منه وصل له بمكان هذا الفولت ميتر، بمكان هذا الفولت ميتر تخلي تمبريتشر، التمبريتشر مقياس درجة حرارة او هيوميديتي سنسر متحسس هنا. فهذا المتحسس ايضا هو عبارة عن ثلاث بنات، ثلاث بنات. اي متحسس من راح تاخذه؟ ثلاث بنات، صح ولا لا؟ هذا الوسطي، هذه الطرف اللي راح نسميه الفلوت، الفلوتينج واير. اول واير حنعطيه في سي سي، والواير الثاني ايش ننطي؟ ننطي جراوند، صح ولا لا؟ والفلوتينج واير هو اللي راح يتحسس لنا. هسه هنا الفلوتينج واير هذا فولت ميتر، بوتنشو ميتر. فمره اني ارفعه بايديا وارجع بايديا، بينما اذا حراره، اذا متحسس مال حراره لازم يتحسس لنا سنسر، يتحسس لنا الجو. اذا اريد ابرده اخليه عليه ثلج اني كتجربه اذا اريد اشتغلها، صح لو لا؟ واذا اريد اسوي حار اشغل يمه جداحة حتى احرح اسوي حار انطي حرارة. فلهذا انه لكن احنا كسيميليشن راح نتعامل مع البوتنشوميتر كفولت ميتر ونبدي نقرأ الفولتيات. هسه كيف اني اتعامل مع مربوط الطرف الوسطي اللي هو اللي نقرأ عليه او المتغير خلينا نسميه، راح يربط المين الى channel zero، يربط هنا الى channel zero. مو الا اني اكتب channel zero، اكتب كلهن all analog في اي واحد من عندهن اربطه، لكن يفضل تحديد channel حتى يفهم المايكرو كنترولر اني الى اي channel رابطته. صحيح اني كلهن حددتهن analog، بس ياهم منهم اني الرابطه عليه حتى يفهم المايكرو كنترولر على يا شانل، على يا بن انت رابطه، على بن الزيرو، على بن الخمسه. هساني من اقول لك غير لي على بن الخمسه، تشيل هذا الواير تربطه على اي ان خمسه. نيجي على ال سي دي، ال سي دي احنا كلها حكيناها في المحاضره رقم 4، وقلنا ال سي دي عندنا لابراريز معينه موجوده في
بي اي سي كومبايلر، وهذه اللابراريز الكونفيجريشن مال الربط موجود على بورت دي. اذا تريد تغيرها انت ايش راح تغير؟ راح ما تروح لللابراريز، انت تسوي الكونفيجريشن كونكشن الربط مالت البنات، انت راح تسويها مثل ما تعلمناها بالمحاضرة رقم 4. ارجعوا للفيديوهات حتلقوها. احنا قلنا موجود عندنا لابراريز للكيباد ولابراريز للال سي دي. الكيباد مربوط، اللابراريز مالته مربوط على البورت بي، والكيباد ال سي دي اللابراريز مربوط على البورت دي. او انت اذا تريد تغير البورتات المفروض تغير بالكونفيجريشن كونكشن، تغير بالكونكشن اللي انت تريده. نبدي نجي هسه، وطبعا احنا حكيناها قلنا ال سي دي عندنا الداتا مالتها 8 بس احنا ناخذ اللي نحتاجها فقط 4، ما نحتاج اكثر لان ما راح نقرا الاكثر. دائما الستة اللي هي 16 يعني رقمين اللي هي 16 من 4 توصلني 4 بت او 4 بت، ال 16 قيمة تقرا ليها. وعندنا الكنترول لاين اللي احنا حكيناهن ايضا يربطن الى بدايات البورت اللي هي الانيبل والريد رايت والريجستر ستيتس، حالة الريجستر هذني حتى تفهم المايكرو كنترولر شلون تتعامل ويا ال سي دي. بعد ما ربطناهن وقلنا هذا الربط الكونفيجريشن من خلال اللابراريز اللي هي موجودة ضمن هذا الإعاز include lcd.c، هذا عرفناها. قلنا أما نكتب هذا الإعاز شلون ما احنا كتبنا include ضمننا هذه المايكرو كنترولر مالتنا، خليناها بين هاي العلامتين وكتبنا هذه حتتعامل بالدوت هكسا مع الهكسا، فدائما هذه ننطيها فايلات بالهكسا يلا تبدي تشتغل. وهنا ال lcd.c عدة لابراريز بالكمبايلر سي وتتعامل مع اللابراريز اللي تشتغل عليها ال lcd، هذه الانكلود. هسه هنا اجانا ديفايس جديد نسميه نخلي عليه خط اللي هو هذا. اذا هنا نخلي خط او علامة على هذا الجزء اللي هو بالخطوط الأساسية مال البرنامج مالتنا أو البناء العام للبرنامج مالتنا. هنا هذه نحدد بيها هذه الديفايز، هذه هاش ديفايز. الديفايز الجديد اللي استخدمته هو شنو؟ Analog to Digital Converter. هذا Analog to Digital Converter يساوي 10، معناته شراح استخدم آني الريزوليوشن مالته؟ الريزوليوشن مالته 10 بت، فهنا الريتيرن 10 بت. الفول ريزوليوشن راح اخذ الفول ريزوليوشن، اعلى ريزوليوشن اللي هو 10. اقدر اخذ 8؟ نعم. شلون تغيرها؟ نكتب يساوي 8، وبالحسابات مال قراءة الديجيتال المفروض نقسم على 266، العفو 255، نقسم على 255 حسب المعادلة اللي احنا شفناها الفير فرنس. هذه المعادلة مهمة ايضا، نخليها نخلي عليها دائرة. هذه المعادلة وقلنا تتغير هذه القيمة بتغير الريزوليوشن، تتغير هذه القيمة بتغير الريزوليوشن. والفي ريفرنس هي كديفولت 5 اذا اعتبرناها غير شيء، لا راح نتعامل معها بإعازات خاصة، راح نتعامل معها بإعازات خاصة. هذه هي النقاط الأساسية والمهمة بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر. نرجع الى الكود مالتنا. اذا خلصنا بعد ما سوينا البناء الرئيسي للسيستم مالتنا،
اللي هي الانكلود الديفايس. هنا اخذنا الكريستال اللي هي الاربعه والكلوك الاربعه ميجا، وقلنا بما انه ده نتعامل ويا ال سي دي اللي هي الانالوج العفو السفن سيجمنت العارضه والكذا، نحتاج الى انه نقول نو واتش دوغ تايمر. الدوغ تايمر انه ما نشغله، نخليه ديسيبل اللي هي نو. فهاي الايعاز يجب ان ينكتب، وهذا عرفناه ايضا في المحاضره 3. فكل محاضره بدينا نضيف. بالمحاضره الاولى كانت فقط الاذني، الخطوط التعريفيه كانت 3 خطوط، هسه اصبحت 1 2 3 4 5 6، اصبحت 6. اذا ضفنا لها 3 اصبحت سرعه، ضفنا لها ال سي دي، ضفنا لها الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، ضفنا لها النو واتش دوغ تايمر. فهذني انتم دائما انتبهوا عليهن، وشنو الاضافات اللي تحتاجوها حسب الكود او العفو حسب الديفايس اللي انت دا تشتغل عليه. بعد ما حددنا البناء الرئيسي للبرنامج، نبدي بالفويد مين اللي هي الاساس، لان الاساس بالنسبه للكود. هنا الانتجر 16 معناته الديجيتال فاليو اللي ممكن يقرا لنا اياه، قلنا 16 بت الانتجر 16 بت، على اعتبار احنا 10، فالعشره احنا راح نعبر الثمانيه، وبالثمانيه احنا ما عندنا مباشره، عندنا الريجسترات 8 بت مال المايكرو كنترولر 8، فاذا ناخذ العشره فنحتاج 16 بت، بينما اذا ناخذ الثمانيه لا، نحتاج الانتجر مالتنا فقط 8. اذا هذه ايضا نخلي عليها خط الانتجر 16 اللي هي معناته ياخذ طول الريجستر مالتنا راح تكون 16، بينما الريجستر مالتنا بالثمانيه راح تكون 8 اللي هي هاي تو ستور ذا ريزلت. ليش؟ حتى نخزن بيها نتيجه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اذا كانت 10 بت، انتبهوا من نقول 10 بت هاي الريزوليوشن، تحتاج الى 16 بت حتى نخزن بها المعلومه، لان احنا ما عندنا، احنا لو عندنا 8 لو عندنا 16 الريجسترات، فنحتاج الى 16، لكن واقعا احنا نستخدم بالنص 16 10 بت، لان ال 16 اذا تتذكرون اخر حد ممكن ان نوصل له اللي هو 1331 على ما اعتقد، ورا ما نخلص الى ان نوصل الى 16 سلسله من الواحدات، 16 سلسله من الواحدات. فاحنا الاقصى فول ريزوليوشن عندنا بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر 10 بت، فاذا اتعامل ويا ال 10 بت يعني معنى كلامي اذا اني هنا اخليها 8، اذا اخلي الديفايس مالتي يساوي 8، معناته ما استخدمت الفول ريزوليوشن. ف 8 ان هذا هنا الانتجر 16 ممكن ما نحتاجها، بعد اقول فقط انتجر 8 اللي هي الديجيتال فاليو لحد 8 بت اني دا اقرا، من عبارة الثمانية لا، يجب أن أحتاج إلى ريجستر أبو 16 بت. هذه هو. والفلوت الطرف الفلوت اللي أنا دا أقرأ، الفلوت راح أقرأ فولتج، فلوت فولتج هاي نعرفها، هاي بعد المين فاليو مباشرة. مثلا إحنا عندنا الفلوت إذا نريد تمبريتشر، زين إذا الفلوت شنو عندنا الفلوت اللي انا دا اقرا بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر، اقرا فولتيه، اقرا تمبريتشر، اقرا هيوميديتي، انت شنو اللي دا تقرا، هذه تنكتب، هذه الايعاز هو الفلوت ينكتب، يعني الطرف الفلوتنج اللي هو اللي على اساسه راح يتحسس او يخرج لي القيمه اللي هي الاوتبوت بالنسبه للديفايس مالتنا. ابدي ان انا احدد من هو البورتات اللي انالوج وديجيتال، فراح اقول سيت اب انالوج تو ديجيتال كونفرتر بورت اول انالوج. هسه انا ما اريد
الانبوت كلها دي يكون عندي اول انالوج، معناته خليت الثمانية بت كلها انالوج، والفي ريفرنس اعتبرتها 5 فولت. من استخدم هذا الايعاز، انتبهوا، من استخدم هذا الايعاز راح كديفولت الفي ريفرنس راح يعتبرها 5، هو يحسبها 5، المايكرو كنترولر مالتي والبرنامج مالتي يحسبها 5 الفي ريفرنس، الا اذا اني غيرت. نشوف على المثال الثاني شلون راح تتغير. عندنا البن راح يحدد لي الفي ريفرنس، عندنا بن يحدد هو الفي ريفرنس. اذا ترجعون على الكونفيجريشن مال المايكرو كنترولر، منو عندنا طلب الاذن؟ عندنا هذا الكونفيجريشن بالنسبه للمايكرو كنترولر، شويه نكبرها. تلاحظون هذا البن، بن أربعة من ضمن هذه هسه هذا الفلوت، هذا الفلوت فولتج راح نربطه الى يا شانل الزيرو بالنسبه لهذا المثال. هنا هذا راح نسميه الفلوت، هذا يربط للفي سي سي، فمن عندنا هاي البنات الثمانية، الاي ان 0 اي ان 1 2 3، والفور فقط، الفور قلنا ما بها اي ان، الفور ماكو، اللي هي البورت اي البن 4، بورت اي بن 4، ويعبر الاي ان 5. الاي ان يعني انالوج، الاي ان 0 هذه عرفوها، والاي يعني بورت اي، فهذه دول ممكن استخدمه. قلنا هسه هنا ايش بدنا نستخدمه؟ بدنا نستخدمه كانالوج، يعني اذا استخدم هذا البن الجزء الثاني هو مدى يشوفه صح، هو يقرا كبورت، بس هو شو يعتبر؟ يعتبر إشارة أنالوج داخلة على تشانل الزيرو، هنا إشارة أنالوج داخلة على تشانل الزيرو. ومن أريد أحدد الريفرنس وين راح يكون؟ هذه دا تشوفوه اللي هو بن 4، الآر ريفرنس زائد، أو الريفرنس هذه الفولتج ريفرنس، الفولتج ريفرنس هنا راح تتحدد قيمتها. هذه في حال انه اني اريد احدد، بينما من اني نطيته كلهن انالوج حدد الفي ريفرنس هو 5، حدد الفي ريفرنس هو 5. هذه الملاحظة ثبتوها عندكم حتى تفهموها. نرجع الى الكود مالتنا. بعدين هنا نقول سيت اب انالوج تو ديجيتال هاي الكلوك انترنال، قد هذا يستخدم هو الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، احنا مبني داخليا انترنال، اي انالوج تو ديجيتال كونفرتر كلوك، هذه يفهم انه يوز انترنال كلوك، استخدم الكلوك اللي موجود بداخل المايكرو كنترولر اللي موجود بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر، والتي دي مالته يعني هاي انالوج ديجيتال، التي اللي هي السامبلنج مال التقسيم مال الديجيتال بتوين 2 يو الى 6 يو سكند، هذه هي طبعا هاي الا اذا ترجع للداتا شيت وترجع تريد تتعرف على السايكل مال الكلوك النبضات تعرف هو هذه شنية. طبعا تعتمد هذه على الحاسبات، احنا شغلنا هسه الان ما دا نشتغل برمجة ولا دا نشتغل حاسبات، دا نشتغل مايكرو كنترولر وكيف نتعامل مع المايكرو كنترولر. لكن حتى تفهمها، هذا الإيعاز دا ياخذ الكلوك اللي موجود داخليا انترنال، يوز انترنال كلوك، والانترنال كلوك التي التاو يعني اللي موجود between 2U الى 6U،
بعدين هنا نسيت، احنا طبعا هنا قلنا سيت اب كل البورت خليه انالوج، بس احنا على منو دا نشتغل؟ سيت انالوج تو ديجيتال كونفرتر على تشانل زيرو، معناته اني ربطت استخدمت البن اي ان زيرو اللي هو ربطت عليه الفلوت، اللي ربطت عليه الفلوت فولتج اللي اني دا اريد اقراها، الفولتية اللي دا اريد اقراها عليه من ربطتها، ربطتها على تشانل زيرو، اربطها على تشانل خمسة اخلي هنا أنا خمسة، اربطها على تشانل سبعة اخلي هنا أنا سبعة، اربطها على تشانل واحد اخلي هنا أنا واحد. هذه خلصت كونفيجريشن بالنسبة لربط الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. عرفت المايكرو كنترولر كيف استخدمت الاني البنات اللي مربوط عليها، وحددت له الريزوليوشن، حددت الريزوليوشن بالنسبة للانالوج تو ديجيتال كونفرتر. هسه اجي اسقط اعازات ال LCD، وهاي احنا اخذناها بالمحاضرة رقم 4. اذا كل LCD اني احتاج اكتب هذني الاربع اعازات، كل ما اتعامل ويا LCD، قلنا ال LCD اللي هي العارضة الرقمية اللي هي الليكويد كريستال ديسبلاي، العارضة الرقمية اللي راح تعرض لنا اول اعاز اسوي انيشيالايز، اللي هو قلنا هذا الاعاز اذا ما نكتبه ما راح تشتغل عندنا العارضة الرقمية، هذه نسوي تحديد او تشغيل الى العارضة الرقمية، اذا هذا الاعاز يشغل العارضة الرقمية LCD initialize. بعدين go to xy نحدد الموقع الكرسر مالت العارضة، نحددها دائما 1 1 حتى نبدي نكتب، والعارضة مالتنا قلنا هي 2 في 16 اللي دا نتعامل معاها، يعني تكتب لي سطرين، من نقول 2 في 16 تكتب سطرين، وش قد عندنا الطول مال الرموز او الارقام راح يكون 16. انت هنا برنت، اعاز البرنت تطبع الكلمات اللي تريد تعرضها العارضة، هنا شو تريد انت تعرض على العارضة؟ ويلكم مثل ما اعتبرناها، انتر باسورد، بما انه احنا هنا دا نشتغل فولت ميتر، دا نقرا نحول القراءة إلى وكأنما دا نشتغل ديجيتال فولت ميتر، دا نحول القراءة رينج من الصفر إلى الخمسة، ما راح يطلع لي إياها موجة، اللي يطلع لي إياها رقمية ديجيتال فولت ميتر. واضح طلاب؟ هاي أنت تغيرها حسب المقتضيات مشروعك أو مقتضيات برنامجك أو البروجكت أو المسألة البروبلم اللي انت دا تعالجها. عفوا. اذا البرنت فانكشن ايضا بين قوسين LCD بوت سي، هنا قلنا السي هو يمثل الكاركتر، وهاي ايضا اخذناها بالمحاضرة 4 اذا ترجعوا لها، فارزة، هاي مو فارزة منقوطة، فارزة بين دبل كومو كولوم، هذا نكتب الكتابة اللي يريد نكتبها ونغلق القوس. هذه يعرض لي، يطبع لي هذه الكلمة، وفي بداية التشغيل يخلي الكرسر هنا، هاي في بداية التشغيل قبل ما يدخل باللوب، اللوب اني باستمرار اريد اشغله فولت ميتر، ايش وقت ما اني اغير بالبوتنشوميتر المفروض يقرأ لي. اذا ونتركه نعطيه ديلي انه فد 1500 ملي سكند، هذا الديلي انت بكيفك حتى يعرض لك هذه الكتابة، وراها ينظف الشاشة ويبدي يشتغل على القراءة اللي انت راح تقراها. اذا اني ايش راح يقرا لي؟ راح يقرا لي ديجيتال فاليو. الديجيتال فاليو هي شو تمثل لي؟ الديجيتال فاليو اللي احنا هذه بالانتجر 16، الانتجر 16 اللي هي القيمة الرقمية اللي راح يقرأ لي اياها، القيمة الرقمية اللي هي الاصفار، هاي وكأنما دي يحول من الديجيتال الى الديسيمال،
لان راح يطلع لي اياها كديسمال هي. فهنا كيف يقراها؟ يقراها على اساس هذا الايعاز، هذا الايعاز اللي هو الريد ديجيتال فاليو، هذا الاكس الفاليو او ديجيتال فولت ميتر انت ايش كتبته. هذا الايعاز ايش راح يقرا؟ هذا الايعاز يقرا ريد اندرسكول انالوج تو ديجيتال، هذه القيمه انالوج تو ديجيتال. هسه نشوف هنا ايش كتبنا، وهذه على من تعتمد؟ تعتمد على هاي المعادله، تعتمد قلنا على هاي المعادله اللي هي الديجيتال فاليو راح تكون الانالوج الديجيتال مضروبه بالفي ريفرنس على ال 1030 يضربها اللي هي سلسله مال الواحدات والاصفارات يحولها الى ديسيمال ويضربها بالفي ريفرنس ويقسمها على ال 1023 اذا اني مطيه ريزوليوشن 10 بت. هذه نشوفها نشوفها، هذه ديجيتال فاليو اللي اني هنا راح، هذه الديجيتال فاليو اللي هي يا قيمه اللي راح يقراها في كل مره اني احدد، لان راح يقرا لي ايش كم قيمه هنا راح يقرا لي، ايش كم قيمه هنا راح يقرا لي 1023 قيمه، راح يقرا لي 1023 قيمه هذا الديجيتال فاليو. ليش؟ لان انا الفي ريفرنس قسمتها على 1023 فاليو، وهاي التقسيمات يعني وكانما معناتها راح يقرا لي امكانيه قراء. هسه هنا الفولتيه الفولتج اللي هي يا هي هذه الانالوج راح تساوي الفلوت، هذا الفلوت انا ايش خليت بيه؟ خليت بيه الفولتيه. انتبهوا هاي الكلمات اللي تكتبها هنا ديجيتال فاليو، اذا تكتبها ديجيت اكس هنا تجي تكتب ديجيت اكس يساوي هذه الرمز او المعاد الكلمات اللي تكتبها هنا، هاي ممكن تتغير انت. هسه لو اني عندي امتحان خلينا نقول حضوري او نظري، او هنا اعرف الطالب لو غير هذه المعلومة إلى غير رمز أو غير كتابة أو إذا نقلها، أكو طالب ممكن ينقلها دايركت، وأكو طالب ممكن يغيرها حتى يميز إنه أنا ترى أنا فاهم وأنا أعرف إيش دا أشتغل. فهذه الديجيتال فاليو اللي انكتبت هنا نجي نكتبها ديجيتال فاليو يساوي يقرأ لي القيمة اللي أنا حسب الفلوتنج أنا وين وديته، الفلوتنج اللي هي الفولتج يساوي هذه الفولتج يساوي الفلوت ديجيتال فاليو على اليمن على 2004 هاي شنية، هذه اللي هي 5 على 1000، هذه 5 على 1023 قسمها وكأنما هذا المقدار، هذه هي اللي هي كانت 5 على 1023، 5 على 1023 هذه كانت قيمتها. فقرينا هسه الديجيتال فاليو ايش اقرب الفلوت، اقرا لي اياها هنا يقول لي بعدين ايش راح يطبع لي برنت. هسه هو قراها بس ما وصلها لل، قراها بداخل المايكرو كنترولر، حولها وقراها بداخل المايكرو كنترولر. انتبهوا هسه انا ايش اريد من عنده؟ اقول له اطبع لي اياها على اليمين، يطبعها على ال سي دي، يطبعها على ال سي دي. فايش راح اقول له؟ برنت فانكشن ال سي دي بوت سي، نفس هذا البرنت، نفس هذا البرنت، برنت ال سي دي. بس هنا ايش راح يكتب؟ ايش راح يطبع بهذه الدبل كولوم، العفو الدبل كوما، الدبل كوما اللي انا هنا مخليتها، يطبع لي هاي المعلومة اللي راح أأشرها، أأشرها ونشرح على هاي المعلومة شنو هي.
هذه المعلومة اللي هي تمثل لي هذه المعلومة، هذه معناها إيعاز رموز يريد انه يكتب لي اياها. كوما فولتج، الفولتج اللي انا اريدها اللي قريتها هنا، الفولتية اللي قريتها هنا بالنسبة للفلوتين ديجيتال فاليو، هاي الديجيتال فاليو اللي قراها يضربها بهذا المقدار ويخلي لي اياها هنا بالفولتج، يخلي تساوين الفولتج. يجي اقول له هسه اطبع لي اياها، ايش يطبع لي؟ الاف، هذه الرموز مال الطباعة، وقلناها إذا نرجع إلى المحاضرة رقم 4، نرجع للمحاضرة رقم 4 وأنا قلت لكم حاولوا، هذه المحاضرة رقم 4 وحكينا على هاي الرموز، هاي محاضرة رقم 4 وأرجعوا على هاي الرموز، هاي معناته هذه دا تشوفون. من نخلي هذه الاكسلاش او الباكلاش والاف معناته كلير ال سي دي، معناته نظف لي ال سي دي، نظفها، نظف ال سي دي. وش راح يكتب؟ بوت هذه بالمية، هذه بالمية، انتبهوا، هذه الرمز معناته انه اقول له الاوتبوت مال ال سي دي، ناخذ هذه الاوتبوت مال ال سي دي راح يسوي لنا هذا الفاريبل، هذا الفاريبل الاوتبوت مال ال سي دي يقرا لي الزد، يقرا لي هذا الفاريبل، او التمبريتشر يقرا لي هذا الفاريبل التي. نفس الحاله هسه نرجع الى الايعاز مالتنا اللي هو على اعتبار احنا مرينا عليه بالخمس. فايش راح اقول له؟ اقول له نظف لي الشاشه واقرا لي الفولتيه تساوينا، الفولتيه تساوي بالميه هاي المقدار 1.2 فريكشن، هاي معناته اعرض لي رقم واحد، اعرض لي رقم واحد بالانتجر، هذا اعرض لي رقم واحد بالانتجر، واثنين اثنين بالكسور ورقمين بالكسور، هذه display a float with one integer digit and two fractional. هذه يعني اقول له القراءة اللي تقرأ لي اياها واحد بالديجيت الصحيحة بالانتجر اقرأ لي ديجيت واحد، وبالكسور اقرأ لي رقمين، ونكتب عليها الفولتية تساوي فولتج، هذه اللي هي هاي الفولتية، هاي اللي كتبتها هنا، ونعطيها ديلي، ديلي حتى يظل محافظ لي على هاي القيمة إلى أن أغير، يعني إلى أن أنا إيش أريد أغير بالبوتنشيومتر. هذه هو الكود مالتنا، هذا الكود مالتنا، نجي نطبقه عمليا. نفتح طبعا ايضا اني مثل ما تعلمنا انه اني فايل اوبن ديزاين، بدي هذه اوبن، هذه هو نفس المثال اللي كان معروض بالمحاضرة. هذا المثال قلنا هذا ال سي دي وربطناها الى هذه الربط، وهذه البوتنشيوميتر، هذا البوتنشيوميتر دا تشوفون هذا الفلوت. هسه اني الفلوت اذا اجي طبعا اقلل هنا دا تشوفون، نقلل الفلوت، دا تشوفون الفلوت هسه
اكبره بعد شويه لكم حتى يكون واضح. هم راح تعرضها كل هالشاشه. اوكي، نلاحظ هنا تقريبا الفلوت هسه على يا نقطه واقف، على يا نقطه ده تشوفون الفلوت على يا نقطه واقف تقريبا بالنص، تقريبا بالنص، يعني 50% من القيمه. اي مقاومه اني اخذها بغض النظر، فهذه معناته اني الفي سي سي هنا هي 5، فمعناته المفروض من هسه اني اشغل ومخلي الفلوت المفروض ايش يقرا لهنا؟ يقرا 2.5، صح لو لا؟ صح. نجي على البرامج اللي كتبناها، هذه البرامج اللي هو نفس الكود مالتنا اللي حكينا عنه الان، هذه الكود كتبنا الاي سي هنا، اذا اريد اكتب 8 نكتب 8، وهنا اكتب ايضا 8، وما عندي بعد مشكله هسه نجربها، ما عندي بعد مشكله بالقراءه، فقط الريزوليوشن مالتي راح المفروض يتحدد هو انتجر 6 × 16 ولا 8 اللي انت بدك تقراهم. سوينا كومبايلر، نسوي هذا الكومبايلر. اوكي، الكومبايلر يقول لنا نجح. اروح اسوي ران للبروتس مالتي، هذا البروتس مالتي هذا، بعد ما اني المفروض اجيب دوت الهكسا، اني هنا الهكسا انالوج تو ديجيتال اني ساحبته، اقول اوبن من هنا ونفتحه. اوكي، طبعا احنا من نسوي كومبايلر قلنا اذا احد حل بايديه تمارين واذا بالمختبر، فمن تسوون كومبايلر راح يذب لنا فايلات من ضمن هاي الفايلات دوت هكسا. من اريد اني اشغل المايكرو كنترولر مالتي المفروض احمل هذا الفايل اله، هسه راح اسوي له ران. هنا ديجيتال فولت ميتر وراها تشوف الاوتبوت ايش طلع، الفولتج يساوي 1 ديجيت، الفولتج هاي الكلمة فولتج انت بامكانك تغيرها، الفولتج يساوي ايش دا يقرا لي، ديجيت 1.70 فولت، ديجيت 1.70 فولت، على اعتبار هسه اني اذا ابدي اقلل دا تشوف شلون دا ينزل قليل، يعني بوينت ايش قد، بوينت او 1، صح لو لا؟ بوينت او 5. ليش؟ لان التقسيمات كلش حتى ما يبين بالفلوتنج. شوف الفلوتنج هاي صار 50%، دا تشوفون هذا ال 50% معناته ايش قرا لي؟ 2.5 فولت، واضح طلاب؟ هسه اني اذا اريد هسه اوقف، طلاب واضح دا تفهموني لو احكي لروحي اني؟ دكتور فهمت، بس سؤال، عفوا دكتور. نعم، قلت احنا ممكن يصير عندنا قراءه 1023 قراءه، زين المقاومه المتغيره بس 100 مره اقدر اغير، يعني 100 قراءه تاخذ. اني مو اي هنا يعني امكانيه عندي، بس مو الا هنا معناته اني هاد هسه هذه كم قراءة راح تاخذ هسه اني هنا؟ هسه انت اذا تبدي بها من الصفر 100 مرة. لا شلون 101 وين الصفر 101؟ لا ليش ب 101 اكثر؟ لا لا اذا زيديها اقصى شيء هاد تاخذ 100، تاخذ 100% قصدك غير؟ لا بعد ما تزيد اكثر. افهمني، انا من اقول 100% معناته من الصفر الى 100% كم تغيير اني غيرت؟ يعني هسه باوع هسه هنا اني هاي الزائد والناقص، الزياده والنقصان، يعني هسه انا اذا اسوي ريزوليوشن اقل هسه من اغير لك على 8، طبعا هنا مو معناته تقرا لي 100 قراءه. طلاب انتبهوا، يعني سؤال زميلكم ممكن يكون عند بعضكم، اني هسه هنا هذه النقصان وهذه الزياده، هذه الزياده والنقصان
كم مرة أني أقدر أنقص؟ بو هسه هنا نقصت ما بينت، بس أني نقصت هنا طبعا هنا باع نقصت 48 47 هاي يعني 41 وصلت قيمة الفولتية من الفاينل فاليو، بس مو معناته شوف هسه ايش قد نزل. انا هسه كم مرة دست؟ هل شوف هسه هنا المفروض من ادوس ران حتقرا لي صفر فولتج، زين معناها انه انا ايش دا اضرب؟ دا اضرب في 100، ونفس الحاله هنا هذه إلى أن أوصل إلى 100% من القيمة. مو معناته أني أقدر أغير 1300 مرة. الديجيتال دا يقرأ لي هاي القيم، هذا القيم دا يقسم لي الفولتية، بإمكاني أن أقسمها إلى هسه نروح نشوف للثمانية. هسه أوقفها ولنطلع السي وأغير هاي 8، اغير هاي 8، هي هم راح تبقى 100%. دا تفهمني؟ نعم دكتور هيات. هنا أنا من راح اغير هذه هنا راح اكتبها 8، هي راح تبقى 100%. حتبقى 100% راح اسوي لها ران كومبايلر. هسه اني غيرت الديجيت المكان اللي انخزنت بيها، طبعا هنا هذه التعليقات ما لها علاقه بس حتى نوضح احنا. واذا تلاحظون العرض هنا هاي ديجيتال فولت ميتر حتى تشوفون هنا اذا اخليها واحد فريكشن يعني الكسور نقرا لي واحد، واذا اخليها ثلاثة فريكشن راح اخليها ثلاثة ثلاثة، وهنا الفولتية راح اخليها بس فولت حتى تشوف مو فولتج حتى هذه، بس من اخلي هاي الفولت لازم هاي كلها اغيرها فولت حتى تبدي انه، وهنا ايضا اغيرها فولت حتى تفهم وين الفلوت اللي احنا خليناه، هذه الفلوت نسميه فولت حتى تفهم المايكرو كنترولر من تغير انت تغير الكل. نسوي كومبايلر اوكي نجح عندنا الكومبايلر، نرجع للبروتس مالتنا. هسه اني حسوي ران كم ديجيت اخذ؟ ثلاثة صح لو لا؟ هاي الدقة اللي احنا نقصد بيها، واضح طلاب؟ هنا في كل مرة ايش قد اني اقدر اقرا؟ يعني هسه من ازيد يعني هو اني صح دا اقرا 100 مرة اني اقدر اطلع قيمة يعني من الصفر الى الفاينل فاليو 100%، بس دا تشوف هسه او لو اخليها 4 راح اقدر اقرا 4 ديجيت، فهاي الريزوليوشن اللي نقصد بيها مفهومه؟ يعني كم اني جزء اقدر اقرا من الفولتيه اللي عندي؟ هسه راح ازيد من اوصل
هسه انت الخمسة من تضربها في 34 خمسة فولت، تضربها في 34 على على 100، ايش قد تطلع لك؟ الخمسة اللي هي الفاينل فاليو نضربها في 34 على 100 تطلع هذه 34 من 100 تطلع هنا. فنرجع ونقول احنا هسه وين عندنا البرنامج مالتنا؟ هذا البرنامج نرجعه 1 ديجيت و2 ونرجع نقول فولتج. فأي تغيير انت من اللي تسوي جي اي فولتج حتى يكون نفس ما موجود عندكم. فهنا هذه الفلوت ونفس الحالة الديجيتال فاليو، من نريد نغير نغير، من نريد نسوي 8 هي ظل، اذا 8 واذا 10 هو راح يظل عندنا احنا 100% التغيير من الصفر الى 100%. لكن ايش قد الامكانية الريزوليوشن؟ 11 8 بت في حالة الثمانية اللي هي 256 قراءة اني اقدر اقسم الفولتية مالتي 255 قراءة، بينما من اريد اخذها 10 بت لا اقدر اقسم القراءة مالتي الى 1023 قراءة. هاي فيما يخص المثال الاول. نجي على المثال، احد عنده سؤال على المثال الاول وكيف؟ وهذني الرموز صراحة المفروض تفهموهن وترجعون عليهن بالمحاضرة 4 مال الال سي دي، وتفهمون الاعازات مال الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. وقبل ما ندخل بالمثال 2 عندنا كونفيجريشن اكزامبل 2. هسه خلينا نبدي بالاكزامبل 2. الاكزامبل 2 اللي هو شيري تمبريتشر كنترول سيستم. التمبريتشر كنترول سيستم يعني منظومة السيطرة على درجة الحرارة. طبعا هنا المين جول الهدف الرئيسي هو about analog to digital model deal with، هنا راح نتعامل ويا ال M35 اللي هو temperature sensor. ايضا هذا device موجود مثل ما موجودة ال LCD، عندنا متحسس الى درجة الحرارة، وايضا عندنا متحسس الى الهيوميديتي، شنو انت اي مقياس انت تريد تقيسه. فمباشرة تروح على الداتا شيت مالته، وهذا الداتا شيت انت حتتعرف على البنات وتتعرف على الفولتيات والتيارات والنسب مالته كلها من خلال الداتا شيت. الديسكريبشن الشرح، ريد ا تمبريتشر فروم زيرو and above، يقول لك المطلوب من هذا المثال انه يقرأ لي درجة الحرارة من الصفر و and above واعلى. اذا كانت if the less than، اذا كانت درجة الحرارة اقل من 22 send a high signal، ارسل اشارة high signal يعني الاوتبوت هاي يعني 5 فولت from RE0 من ال من البورت E to operate a heater، حتى تشغل هيتر. if the temperature is more than 27، وإذا temperature أكثر من 27 درجة مئوية send a high signal، أرسل high signal لمن؟ from ال RE1 يعني من البورت E البن 1 to operate an air condition، حتى تشغل ال air condition. use analog to digital converter يساوي لنا 8، وال V reference يساوي لنا 1 فولت. هنا أنا هو محددك وطالب من عندك في هذا المثال انه تشغل المايكرو كنترولر
أو تسوي منظومة سيطرة على درجة الحرارة. طبعا هنا هسه طالب يسألني أنا هنا أقدر أسوي سيميليشن إله على البروتيس؟ طلاب أنا أسألكم أقدر أسوي سيميليشن إله على البروتيس؟ الجواب انه الكومبوننت اللي دا تتعامل معاها اذا كانت موجوده بالبروتيس اقدر اسوي، واذا كانت ما موجوده فما اقدر اسوي. فمثلا انا عندي هيتر، الجواب لا. عندي اير كونديشن، الجواب لا. لكن انا ممكن عندي ديفايس مثلا اقدر اشغل موتور، نعم اقدر اشغل موتور، اقدر اشغل يعني الكومبوننت اللي موجوده بالبروتيس اقدر اسوي لها سيميليشن، اللي ما موجوده ما راح اقدر اسوي لها سيميليشن، ومعناته لازم اشتغلها عمليا. ومعظم احنا مشاريعنا يفضل ان تكون عملي. فهنا السيميليشن مالتنا المثال هو مثال عملي. السيميليشن انا راح اتركه لك انت تسويه في حاله فقط قراءة درجة الحرارة. هذه في هنا ترسل إشارة أو من خلال هذه البورت إي. البورت إي هنا ما راح أقدر أنا أسوي لها سيميليشن وأشوفك، لأن أنا ما عندي هيتر حتى أشغل لك الهيتر، ولا عندي بالبروتيس إير كونديشن حتى أشغل لك الإير كونديشن. بس بإمكانك، أنا ما نفذته طبعا، بإمكانك تنفذه إنه بمكان الهيتر هذا البرنامج، بمكان الهيتر تخلي ليد على اعتبار ليد احمر يشغل لك الهيتر، وبمكان الاير كونديشن تخلي ليد اخضر، دلالة على انه هذه تشوف البرنامج مالتك اشتغل ولا لا. تمام، هذه المحاضرة القادمة ان شاء الله ايش اريد من عندكم؟ اريد فقط تجهزوا لي اذا واحد عنده بروتيس اريد من عنده هو، لان المحاضرة القادمة راح نتوقف على البرامج. محاضرة مو بسيطة لكن نطلع على بعض المعلومات اللي هي مهمة بالانترفيس والمايكرو كنترولر. لكن انا اللي اريده من عندكم على المحاضرة القادمة هذا السؤال نشغل بمكان الهيتر، نعتبره بمكان الهيتر اشغل ليد يعطيني اشاره حمراء، وبمكان الاير كونديشن اشغل ليد يعطيني اشاره خضراء. واضح طلاب؟ واضح؟ اريد واضح ان شاء الله. اللي طالب اللي عنده بروتيس وعنده مو الا الكومبايلر اللي احنا اني عندي اي كومبايلر وعنده الكود مالته ويقدر يشغل لنا اياه يسوي لنا مشاركه. اوكي، عندك الكومبايلر، ما عندك وكتبت الكود مالته وقلت لي اوكي هذه هو الكود موجود، وساني راح احكي لكم الكود، لكن شنو اللي راح نغير به؟ تغييرات بسيطه. هاي التغييرات البسيطه اريدكم انتم توضحوا لي اياها. راح نشرح الكود مالتنا. بداية احنا المفروض نحدد كيف نقرأ المتحسس هنا اللي هو الـ LM 35 اللي هو التمبريتشر سنسر. هذا الـ LM 35 تمبريتشر سنسر اذا نشوفه ونكتبه بالبروتيس، هذا البروتيس، نفتح واحد جديد فايل نيو ديزاين ديفولت يس اوكي، نفتح هذا على اعتبار ولو احنا الوقت شويه يداهمنا ما عندنا، بس حتى بس نلاحظ الديفايس البي ال ام 35 ال ام 35 هذا نقول له اوكي. نيجي هنا نرسمه، هذه دا تشوفون هذا الـ LM 35. طبعا بالمناسبة احنا المفروض نعرف كيف يشتغل هذا الـ LM 35
وهنا يتحسس درجة واضح أمامكم طلاب. طبعا هنا أني المفروض أزيد وأنقص بدرجة الحرارة، هذه الزيادة، هذه الزيادة اللي هي درجة الحرارة، المفروض يقرأ لي الفولتيات، يقرأ لي الفولتيات. هنا هذه الأوتبوت فولتج، إذا بالنتيجة هو ايش دا يقرأ لي؟ هل دا يقرأ لي درجة حرارة لو دا يقرأ لي فولتية؟ طلاب دا يقرأ لي درجة حرارة لو دا يقرأ لي فولتية؟ الأوتبوت مالته السنسر الفولتية السنسر هسه الموجود أمامنا، إذا تلاحظوه أو أي سنسر مال درجة شلون هو دي هاي فد بداخله اكو عارضة احنا دا نستخدمها، احنا راح نستخدم بعملنا عارضة يطلع لنا الدرجة اللي احنا نريدها أو الدرجة اللي دا نتعامل معاها. إذا هنا بس حتى أريد أوضح لك، المتحسس مثلا متحسس الضغط، متحسس التمبرتشر، هو ويا من يتعامل؟ يتعامل ويا فولتيات، فولتية تقابل درجة حرارة معينة. مثل ما هسه احنا من قرينا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر شلون تعاملنا معاه، تعاملنا معاه على اساس انه عندنا فولتية واعلى واقل فولتية صفر، اعلى فولتية خمسة، وعلى اساس نرجع الى المحاضرة مالتنا. اذا انتبهوا، اذا هنا we will use اننا طبعا هذا يستخدم هذا ال LM المتحسس وهذا السنسر، السنسر طبعا بيت 3 تيرمينال سنسر ثلاث اطراف، وهسه احنا شفناها وحده ننطيها VCC ووحده جراوند وحده اوتبوت اللي هو هسه هذا شفناه، صح لو لا؟ وحدة VCC هذه راح تكون هنا يربط لها VCC، وهنا نربط لها الجراوند، وهنا الاوتبوت. تمام، نرجع الاوتبوت هنا شي يمثل لي، الاوتبوت يمثل لي فولتية and it can measure a wide temperature range. اني الرينج اللي اريد احدده، هذا طبعا كل سنسر له رينج معين، فهذا السنسر يقيس لي من الصفر الى المئة درجة مئوية. The most important feature for more feature refer to data sheet. يقول لك حتى انت خلينا نقول المخصصات او الخصائص الرئيسية او المهمة لأي سنسر، ارجع وين؟ ارجع للداتا شيت مالته، refer to data sheet، لان كل سنسر انت تشتريه ينطوك ويا داتا شيت، وهذا الداتا شيت اذا ما لقيته تروح على الانترنت وتدق الاسم مالت السنسر مالتك وتكتب الداتا شيت، حينطوك الداتا شيت مالتك. هذا الداتا شيت ايش راح يوضح لك؟ ذات اتس اوتبوت از الينير وذ 10 ملي فولت لكل درجه مئويه. يعني الداتا شيت مالت هذا، انتبهوا، الداتا شيت اللي دا يقراه هذا السنسر يقرأ 10 ملي فولت لكل درجة، واحد لكل واحد، يعني الواحد درجة مئوية بالتمبرتشر اش تقرأ لي؟ تقرأ لي 10 ملي فولت اللي هي سنسر اوتبوت، سنسر اوتبوت. اذا التمبرتشر اللي انا اريد اقراها اش راح تكون؟ سنسر الفولتية اللي قاريتها بمن مضروبة؟ سنسر هذا دا تشوفون السنسر مضروب بالواحد مقسوم على العشرة، السنسر فولتج مقسوم على العشرة ملي فولت، معناته قراءة السنسر هنا العشرة ملي فولت معناته مضروبة في ألف، يعني عشر، عشرة آلاف، العشرة آلاف، وهنا على تروح معناته أضربها في مية، السنسر في 100 معناته التمبرتشر السنسر اللي يقرا لي اياها الفولتيه في 100. هذه هي القراءه اللي راح
المعادلة شلون نطلعها؟ نطلعها على أساس شلون أني هسه تعاملت ويا الأنالوج تو ديجيتال، الأنالوج تو ديجيتال اللي موجود عندي بالسنسر، العفو بالمايكرو بروسيسر. نفس الحالة هنا أنا اعتبرت أعلى درجة هذا الداتا شيت مالتي، الدرجة الكل واحد واحد درجة مئوية يقرأ لي 10 فولت، 10 ملي فولت العفو. إذا 2 درجة مئوية يقرأ لي إياها شقد؟ يقرأ لي إياها 20 ملي فولت، وهكذا. إذا كل واحد درجة مئوية يقابلها 10 ملي فولت بالأوتبوت. هاي من جبتها؟ جبتها من الداتا شيت، جبتها من الداتا شيت اللي اني دا اتعامل بيها، الداتا شيت اللي اني دا اتعامل مع السنسر مالتي. فاذا الاوتبوت التمبرتشر اللي راح اقرا، اللي يقرا لي يا السنسر، شلون اني يقرا لي؟ يقرا لي على اساس هذه المعادله، يقرا لي على اساس هذه المعادله. نرجع نكمل الكود. For example يقول for example suppose that the output voltage is equal، إذا 200 إذا الفولتية الخارجة من السنسر، لأن هنا المايكرو بروسيسر انتبهوا لي، المايكرو العفو المايكرو كنترولر إيش تقرأ من المتحسس من السنسر؟ تقرأ فولتية، فالفولتية اللي قريتها 250 ملي فولت، ايش قد تعطيني اياها كدرجه؟ تعطيني اياها 25 درجه مئويه. ليش؟ لان ضربتها قسمتها على 10 ملي فولت، قسمتها على 10 ملي فولت راح تطلع 25، او تضربها في 100 وتقسمها على 10 راح تطلع 250. من تضربها في 100 راح تكون 250 ملي فولت، معناته 25، يعني العفو 225,000 ملي فولت، معناته ايش قد؟ 25 درجة مئوية، اللي هي هاي 250 ملي فولت اللي هي في 10^3 اضربها في 100 راح تكون 25 درجة مئوية، 25 درجة مئوية. هذه مثال بسيط. انت اي سنسر تاخذ الداتا شيت مالته، السنسر مالتنا يقول الداتا شيت مالته كل درجة مئوية تطلع لي 10 ملي فولت، كل درجة مئوية تطلع 10 ملي فولت. اذا هاي المعادلة طلعناها، فاني اي زيادة او نقصان بالتمبرتشر بالسنسر المفروض راح يتعامل ويا هاي المعادلة. القراءة اللي يقراها يضربها في 100، القراءة اللي يقراها، لأن بيش راح يقراها؟ راح يقراها بالملي فولت، يضربها في 100، يقراها بالملي فولت، يضربها في 100، تطلع بال ديجري سنس درجة مئوية. نجي اللاي أوت أو الربط الرئيسي، طبعاً قلنا يريد عندنا الريفرنس واحد فولتج، الريفرنس واحد فولتج، إذا المفروض هذه أربط إلها واحد فولتج، هذا المقدار أربط إلها واحد فولتج. ليش؟ هسا إحنا ما نريد، إحنا أني المثال اللي طلبته من عندكم نعتبره كديفولت، واللي هو معناته 5 فولت. من الريفرنس مالتنا، الريفرنس اللي يشتغل عليه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، الانالوج تو ديجيتال كونفرتر الخمسة راح هنا نعتبره 5. اذا ما نعتبره 5 راح نستغل هذا البورت، هذا البورت فقط في حالة تغيير الريفرنس، فقط في حالة تغيير الريفرنس. اذا ما اغير الريفرنس هذا البورت هو نفسه يعتبر الفير فرنس مال الانالوج تو ديجيتال كونفرتر يعتبره 5 فولت، يعتبره 5 فولت.
هذه هو اللي قلنا عليه بالمحاضرة يعني قبل قليل، اللي هو هذا في حالة تغيير، هذه في حالة تغيير القراءة، هذن كلهن نعتبرهن أنالوج. إذا أريد أغير الواحد من عندهم الفولتية، هاي نعتبرها ريفرنس، الفي ريفرنس راح تعتمد الخمسة فولت. أكبر لكم هذه، هذه هي هذه اللي هي الفي ريفرنس، هذه الفي ريفرنس، الفي ريفرنس اللي هو البن 4. البن 4 اذا قال لك الفي ريفرنس واحد لازم تعطيه قيمه الفولتيه اللي مطلوبه منك، قايلي لك 3 تعطيه قيمه الفولتيه اللي يعتبرها الفي ريفرنس. من ربطه كديفولت فقط نعتبر هذني البنات الثمانيه اللي ربطناهن، اي بن من عندهن اي شانل يعتبر الفي ريفرنس 5. هذه لا تنسوها، يعتبر الفي ريفرنس 5. اذا هذه اللي راح يكون ايضا المتحسس، وكأنما حنربطه نفس الحالة بمكان البوتنشوميتر. هذا المتحسس نفس ما ربطنا البوتنشوميتر نربط المتحسس. هنا أنا قلنا هسه نعوفها، هاي ما نريدها 1 فولت، تبقى كديفولت. إذا هذا البن ما نربطه، هذا البن الار 1 هنا يروح للهيتر. احنا هسه ايش قلنا بالمثال مالتنا؟ نريده يروح يشغل لي ليد لونه احمر، وهنا هذا البورت ار اي اللي هو الانالوج 6، الانالوج 6 يروح يشغل لي المن الاير كونديشن. هنا تربط الى شنو؟ شو نريد؟ نريد دايود اخضر، نريد دايود يعتبر اخضر اير كونديشن. وهاي ال سي دي الربط مالتها على البورت دي، واحنا نعرف ال سي دي كيف يربط. اذا هذا السكيماتيك دايجرام او الربط التخطيطي للمايكرو كنترولر مع ال سي دي مع المتحسس مع هنا. يقول ان فد معلومه ينطيك اياها، بما انه هذه النصيحه او المعلومه اللي المحاضرة تقول لنا اياها، تيب 1 الملاحظة او المعلومة او النصيحة اللي معطات لك، الكنترول سيستم لايك ذس اللي هذا اللي نستخدمه راح نسميه ريجوليتر سيستم، اللي هو منظومة شنو؟ منظومة تحكم، ريجوليتر يعني تنظيم منظم. هذا it is automatically maintains a parameter، يحتاج باراميتر يعني يحافظ لي يخلي القيمة اللي انت تريد تتعامل معاها مع الديزايرد فاليو، اللي هو دائما احنا نسميه بالكنترول الاكتشوال فاليو. شنو هي الاكتشوال فاليو او الاكتشوال اوتبوت؟ الاوتبوت اللي عندي انا اريده، اريد اوصله للديزايرد فاليو. مثل ما قلنا هسه المثال مالتنا يريد درجة حرارة غرفة معينة، مثلا هذا المثال يقول إذا أقل من 22 روح شغل لي هيتر، وإذا أكثر من 27 شي شغل؟ يشغل اير كونديشن. وإذا مو يعني إذا مو أقل من 22 ومو أكثر من 27 اللي هي معناته الوضع الطبيعي اللي هي 22 و23 و24 و25 و26، هذا يقول طفي لي الهيتر وطفي لي الاير كونديشن، الجو طبيعي اني اقدر اعيش بهذا الجو. هذا هو مثالنا اللي دي يتعامل معه هذا المثال. فكيف اني ابرمج هيجي مثال؟ قلنا
حتى اني اسوي سيميليشن هنا، يقول حتى انت تحتاج الانترفيس بتوين هاي الملاحظة، خلو امامها تحتها خط هاي الملاحظة. ليش؟ لان انت السنة الاخرى رابع، والرابع يحتاج من عندك مشروع، واذا ردت تشتغل على سبيل المثال منظومة هذه تكييف غرفة، فهنا حتى تشغل هذه عندك سنسر معين، والمفروض عندك هيتر، والمفروض عندك اير كونديشن. وقلنا هسه احنا ما عندنا لا هيتر ولا اير كونديشن بالبروتس مالتنا، راح نخلي الهيتر لايت احمر والاير كونديشن لايت اخضر. فمعناها اذا اشتغل اللايت الاحمر معناته درجة حرارة الغرفة عندي شبيها اقل من 22، واذا اشتغل اللايت الاخضر معناتها درجة حرارة الغرفة اكثر من 27، واذا اثنينهن مطفيات الاحمر والاخضر معناتها درجة حرارة الغرفة طبيعية معتدلة، ما تحتاج لا حرارة ولا تبريد. هذه هو المثال. دي يقول the interface between the BIC، هذه الانترفيس between the BIC، هذا الانترفيس اللي موجود هنا ده تشوفون هذا الانترفيس، هذه معناته البي اي سي هو شنو؟ هذا يستخدم اللو فولتج. هذا البي اي سي نعتبره لو فولتج ديفايسز، هذني اجهزه او عناصر تستخدم فولتيات قليله، بينما اند الهيتر او الاير كونديشن ايش راح تستخدم؟ تستخدم الهاي فولتج ديفايس، هذني يردن فولتيات عاليه. زين انا هنا ايش اخرج؟ اخرج الهاي فولتج. الهاي فولتج ايش قد؟ 5 فولت، صح لو لا؟ ال 5 فولت تشغل الهيتر؟ اذا اسالكم طلاب، ال 5 فولت تشغل الهيتر؟ لا ما تشغل. ونفس الحاله الاير كونديشن. زين انا شلون اسوي هذا الانترفيس؟ احد عنده في التصور؟ احد عنده فد فكره؟ احنا بالبرنامج نستعين فد شيء مثلا الليت كذا شيء، بس يعني اذا اشتغل انه بالواقع يعني ال هاي كبرنامج واللي اني اطلبه من عندكم، بس اني اريد اطبق عملي، والعملي هم يحتاج مايكرو كنترولر. شلون اني اربط المايكرو كنترولر مع الهيتر؟ وشلون اربط المايكرو كنترولر مع الاير كونديشن؟ هسه احنا عندنا المكيفات بها مايكرو كنترولر؟ بالحالي نشد لمكبرات مضخمات حتى تضخم الفولتية، يعني من 5 فولت الى لا، هنا انا ما نشد لمضخمات، لا اكو غير، مو مضخمات، ما نضخم هنا الفولتية. للي مستخدم ال يعني اللي داخل بالدوائر الكهربائية او الدوائر الالكترونية، اكو فد شيء اسمه اللي هذني احنا دائما الريليات، ريلي بالثلاجه مثلا، بالاير كونديشن، بالمكيفات، دائما تسمع المصلحين يقول لك الريلي عاطل، صح لو لا؟ سامعين هذا المصطلح الريلي لو ما تعرفوا الريلي؟ اي نعم، يعتمد على ملامسات بالضبط، صفر وبين ملامسات. هاي الريليات ممكن تشتغل على الخمسة فولت، وممكن تشتغل على اللو ديفايز، يعني الفولتيات القليلة. لكن هل هاي احنا مجرد هاي الريليات؟ احنا اذا تلاحظون، وخصوصا بعد ما تتخرجون بسلامة، احنا الوقت راح يداهمنا وما عندي مجال نكمل. هاي الريليات انا اوصل لها الخمسة فولت، تبدي تلقط، من لقطت راح تعبر الفولتية اللي انا مربطتها اللي هي ال 220 فولت. واضح؟ يعني هذا الريلي بتغذية، التغذية مالته وبي نقاط نورمالي اوبن نورمالي كلوزد. واضح؟ فهاي النقاط النورمالي اوبن والنورمالي كلوزد هاي تكون تربط على فولتيات عالية. فهي مثلا هذه النورمالي اوبن، من اغذي الريلي النورمالي اوبن ايش راح تصير؟ نورمال كلوز، راح تنغلق. من تنغلق راح توصل الفولتيه اللي انا رابطتها
إلى أطراف السويتش وليس تغذية الريلي. هاي أوضح لكم إياها الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. الريلي يعني مثل المضخم؟ لا مو مضخم. الريلي يعني أنا هسه ما إذا عندكم مقت الريلي. الريلي عبارة عن نعتبره هسه بهالشكل هذا فالجهاز وبي تغذية. هذه التغذية على سبيل المثال تربط إلى 5 فولت. تمام؟ هذه الخمسة فولت راح يشتغل هذا الريلي. اشتغل عنده هنا مربوط بهذا الريلي سويتشات داخلية. هذا السويتش نعتبره على اعتبار هذا نعتبره هذا نورمالي اوبن، هذا نورمالي كلوزد. فمن اوصل اني 5 فولت هذا ايش راح يصير؟ هذا راح يلقط وهذا ايش راح يصير؟ يصير اوبن. اوبن راح ينفتح. فمثلا اني اريد اشغل الهيتر واطفي على سبيل المثال، فهذا ايش راح اربط؟ اربطه الى هيتر. هذا نعتبره هيتر. تمام؟ وهذا الهيتر من اغذيه؟ هاي النقاط. هذا السويتش راح اطيه جراوند. هذني طبعا كيف وكانما دقمه مال الكهرباء اربطها للجراوند. وهاي ايش راح انطيه؟ انطي تغذية فولتية من الفولتية الرئيسية مالتنا اللي هي الانالوج 250 فولت، صح لو لا؟ تمام؟ تمام. هذا السويتش، هذا السويتش اللي هو هذا دا تشوفوه هسه اني وين ربطته؟ هذا الطرف مالته، هذا الهيتر. خل اغير غير لون الاحمر. هذا الاطراف مال السويتش وهذا الطرف مال السويتش. هذا وين مربوط؟ مربوط الى هيتر. وهذا السويتش مربوط الى تغذية رئيسية هاي فولتج. بينما هذا الريلي المن متغذي؟ متغذي على 5 فولت. واضح طلاب؟ واضح. عرفنا شنو الريلي؟ الريلي فد كومبوننت مر عنده سويتشات بداخله. هذه السويتشات تتحمل تيار عالي، تتحمل فولتية عالية. بينما هو حتى يشتغل حتى يلقط هذني فقط يحتاج 5 فولت يلقط هذا السويتش، ويحتاج 5 فولت يلقط هذا السويتش. فمن يلقط هذا السويتش الفولتية وين راح تروح؟ للهيتر ويشتغل. بينما هذا كان مع هذه مشغلة غير شيء. إذا مشغلة مثلا عندي فت هيترين، من أقول له هذا شغل لي وهذا شغل لي. دائما إذا تشوفون الهيترات والكذا عندكم أكثر من أكثر من شمعة، أكثر من هيتر، كل هيتر يربطوه على سويتش، صح لو لا؟ صحيح. فهو هذا مبدأ الهيتر، أو هنا هذا معناته الانترفيس. إذا الانترفيس هنا ايش دا يقول لنا؟ دا يقول لنا الانترفيس، الانترفيس بتوين البي آي سي اللي هي اللو فولتج اند الهيتر والاير كونديشن اللي هي الهاي فولتج ديفايس كان بي دان يوز اني ديفايس ذات ميك، يعني شنو كانما عوازل اي سوليوشن بتوين ذيم لايك ريلي، مثل الريليات او ممكن غير قيم. ممكن ايضا مثلا حتى اذا عندنا شغلات فالف، الفالف اللي يوصل مي اني يعني شلون اشغله؟ مثلا يقفل او ما يقفل، منين يقفل؟ يقفل بفولتية، انطيه فولتية راح يقفل هذا الفالف، يقطع المي. واضح؟ فهي هذه الفالف الريليات تشتغل على فولتيات قليلة بس هي تشغل فولتيات عالية. وصلت الفكرة؟ وصلت. تسلمين ست. اشكركم عيني، انا هم اشكركم والعفو. بالنسبة إلى الكود، هاي احنا بعد ما عندنا وقت،
هذا الكود نشرحه الأسبوع القادم ونكمل المحاضرة ونكمل ما تبقى من الكونفيجريشن بالنسبة للبنات مال الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. نحتاج فقط نصف ساعة لتكملة المحاضرة، لكن الآن وقتكم انتهى. وأيضا ما ننسى الواجب اللي طلبته منكم، هنا أريد تشغلوا لي هذا على يعني بروتس، تربطوا لي بروتس، تربطون هنا مايكرو كنترولر وعارضة رقمية، وبمكان الهيتر ليد أحمر، وبمكان الاير كونديشن ليد أخضر. من يعبر تشغلوا لي السيستم كاملة، من يصير 4-22 يشتغل الهيتر، من يصير 27 يشتغل الاير كونديشن، من يصير بيناتهم يطفن اثنينهم. واضح؟ الكود موجود طلاب، الكود موجود كاملة. اشرح الكود نفس ما عندنا شيء جديد بالكود، هو نفسه نفس اللي حكينا، فقط تتغير المعلومات اللي احنا نريدها. وهاي الشرط مالتنا if else if else، اذا هيجي راح يكون هيتر، واذا اقل راح يكون air condition، واذا else يعني معناته بيناتهن راح يكون الاثنينين off، الاوتبوت راح يكون هنا لو. هذه هو مطالبين بالمحاضرة القادمة إن شاء الله.